أنا بس أحب أكد على الثوابت بالنسبة للمملكة. هو أنا أقول لك حطني في الصورة من ناحية سعودية. كويس من ناحية سعودية أحب أكد على الثوابت بالنسبة للمملكة في اليمن. نعم. ثوابتنا في المملكة تريد حدود برية آمنة، تريد حدود بحرية آمنة، تريد نظام تستطيع أن تتفاهم معه في اليمن صديق وليس عدائي. لا تريد وجود قوات خارجية عدائية تمتلك أسلحة ويعني وجود عسكري أجنبي وهو إيران في اليمن في, 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 في هذه الحالة. تريد أن تكون هنالك حكومة عندها نظام إصلاح قوي، لأن المملكة دونرز، المملكة داعمة، المملكة مساند لليمن، ويعني ما في شراكة اقتصادية بيني وبين اليمن. لكن أنا حتى أنفق هذه الأموال أيضا أريد أن تكون هنالك حكومة يعني تطبق كل المعايير في الإصلاح، وتحاول أن تستخدم هذه المساعدات والتنمية وإعادة الأعمار في التنمية بالدرجة الأولى. فأنا إذا حطيت هذه الشمولية من النقاط ووجدت أن هنالك مظلة الأمم المتحدة، ووصلت إلى اتفاق يحترم قضيتين، يحترم الحدود والاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها بين الدولتين، ويحترم دور للأمم المتحدة كوسيط مفاوض يعني وقف إطلاق النار أساسي. وعلى فكرة الأمير فيصل وزير خارجية في تصريحه في دافوس قال أنه نتمنى أن ننتقل من الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم. تمام. هذا كلام يمكن أن يتم يعني في ظل هذه النقاط التي طرحتها. هذا ما تريده المملكة بشكل عام. خلينا نعيد. وعلى فكرة المملكة يعني ساعدت الآن على تأسيس قوة جديدة لدعم الشرعية، قوامها 30,000 جندي مدربين ومؤهلين وبتأهيل جيد جدا حتى تكون دعم للشرعية. كلام مهم. خليني أرجع، أنا عندي دقيقتين، خليني أرجع للخمس نقاط اللي تفضلت فيها، عيدها علي مرة ثانية. الحدود احتاج أول شيء تثبيت الاتفاقيات السابقة فيما يتعلق في الحدود. نعم. حدود برية آمنة. نعم. بمعنى ما في اعتداءات عندي في الحدود، والاتفاق تبع الحدود بين المملكة واليمن أيضا يترك منطقة نسميها يعني خالية ما حد يسكن فيها حتى ما تكون منطقة نزاعات. حدود بحرية آمنة لأنه باب المندب مهم جدا بالنسبة لنا، الحدود البحرية. عدم وجود قوات خارجية أجنبية. نعم. يعني تؤثر على أمني. حكومة يمكن التفاهم معها ليست عدائية بمعنى أنه يكون عندها هدف يعني عدائي أو تطرف أو كذا أو هذا يعني الشيء. المملكة ممكن أن تساهم في إعادة الإعمار والبناء في اليمن، ولكن ضمن منظومة دولية وليست هي فقط يعني. نعم. في هذا الجانب استخدام هذه الموارد للاستفادة منها في إعادة الإعمار والبناء في قضايا التنمية. كم من هذه النقاط أقرب إلى التحقيق؟ أنا قناعتي إذا وجدت النية الحقيقية عند الطرف اليمني كلها بالإمكان تحقيقها. الطرف اليمني تقصد الحوثيين؟ يعني سواء الحوثي مع الشرعية إذا اتفقوا مع بعضهم، أي من أو أي من الأطراف هذه الذي يملك القرار.